نعم. فضيلة الشيخ، إنسان مريض يدل على أجر غالي وذهب إليه ودله على دواء من الأعشاب فتعامل به فشغل، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشي من أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العصبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسحر أم لا؟ بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه إنسان ساحر أو غير ساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم.